السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناه محمد العدلي. ان شاء الله تعالى خلال الفيديو ده هتكلم معاكم على منحه جديده، المنحه دي بتقدمها مؤسسه مصر الخير بالتعاون مع عدد من الجامعات الخاصه. المنحه دي بكل بساطه ان مؤسسه مصر الخير اتفقت مع عدد من الجامعات الخاصه ان في مجموعه من طلبه الثانويه هيدخلوا الجامعات ديت ولكن بالمجان، يعني مش هيدفعوا فلوس. انت طبعا فاهم ان الجامعات الخاصه التنسيق فيها اي نعم بيكون اقل من تنسيق الجامعات الحكوميه، ولكن التكلفه بتاعتها بتكون عاليه جدا واغلب الناس مش هتقدر يعني تتحمل التكلفه دي. فالحل عشان تدخل جامعه خاصه بالمجان انك تقدم عليها من خلال منحه زي منحه مصر الخير. طيب بالنسبه للجامعات الموجوده في المنحه ديت، اول جامعه معانا هي جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، ثاني حاجه جامعه بدر في القاهره، ثالث جامعه معانا هي جامعه الجيزه الجديده، رابع جامعه معانا هي مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا، واخيرا معانا الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وديت بتتبع لجامعه الدول العربيه. دول الخمس جامعات الموجودين معانا في المنحه دي. طيب لو انت عاوز تقدم، ايه المطلوب منك؟ ايه المتطلبات عشان اقدر اقدم في المنحه دي؟ اول حاجه انك تكون طالب مصري الجنسيه، تاني حاجه ان السن بتاعك ما يزيدش عن 19 سنه، الشرط الثالث معانا انك تكون حاصل على شهاده الثانويه في هذا العام سواء ثانويه عاديه او ثانويه مدارس المتفوقين، الشرط اللي بعد كده هو متعلق بالمجموع بتاعك، لو انت ثانويه عامه لازم المجموع بتاعك ما يقلش عن 93%، انما لو انت ثانويه مدارس متفوقين يبقى المجموع بتاعك ما يقلش عن 80%. طيب الشرط اللي بعد كده هو متعلق بالكليه اللي انت عاوز تقدم عليها. المنحه دي متوفر فيها كل الكليات، يعني طب بشري، اسنان، صيدله، علاج طبيعي، هندسه، اداره اعمال، فنون، اعلام، كل الكليات موجوده في المنحه دي. طيب لو انا عاوز اقدم على كليه معينه، الكليه المعينه اللي انت عاوز تقدم عليها ليها شرط، بمعنى بيقول لك لو انت هتقدم على كليه معينه مثلا زي كليه الطب لازم المواد المتعلقه بالكليه ديت في الثانويه العامه تكون الدرجه بتاعتك فيها مش اقل من 95%، بمعنى انا عاوز اقدم على كليه الطب، ايه المواد اللي عندك في الثانويه مرتبطه بكليه الطب؟ هتقول لي مثلا الاحياء والكيمياء، خلاص يبقى الدرجه بتاعتك في الاحياء ما تقلش عن 95% والدرجه بتاعتك في الكيمياء ما تقلش عن 95%، يعني المطلوب منك فوق المجموع الكلي اللي هو 93% انك تكون جايب في الاحياء 57 من 60 وفي الكيمياء 57 من 60. طيب بالنسبه لواحد مثلا عاوز يقدم على كليه هندسه، عاوز تقدم يا سيدي على كليه هندسه يبقى المواد المتعلقه بكليه الهندسه زي مثلا الفيزياء والرياضيات المجموع بتاعك فيها ما يقلش عن 95%. عاوز اقدم على لغات وترجمه يبقى الدرجه بتاعتك مثلا في الانجليزي والدرجه بتاعتك مثلا في اللغه الثانيه ما تقلش عن 95%. اخر شرط معانا هو انك تحصل على خطاب قبول من الجامعه اللي انت عاوز تدرس فيها، بمعنى انا عاوز مثلا ادرس في جامعه مصر يبقى انت هتروح جامعه مصر الاول تقدم فيها عادي، يعني هتقدم فيها اكنك هتقدم على حسابك، هتسحب منهم ملف تقديم وتقدم، بعد ما بتسحب ملف التقديم بكام يوم هم بيردوا عليك ويقول لك مثلا انت اتقبلت ولا لا، في حاله انك اتقبلت بتاخد منهم ملف التقديم ده وبتصوره او خطاب القبول قصدي يعني بتاخد منهم خطاب القبول، خلاص انت اتقبلت في الجامعه باقي لك بس انك تدفع المصاريف، بتاخد منهم خطاب القبول وتقدم بيه على الموقع بتاع منحه مصر خير، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاع موقع التقديم اسفل الفيديو، الموقع ده هترفع عليه صوره الشهاده بتاعت الثانويه وخطاب القبول اللي انت خدته من الجامعه وكل البيانات المطلوبه، بعد كده لو انت اتقبلت في المنحه دي مؤسسه مصر خير بتشيل عنك المصاريف بتاعه الجامعه الخاصه، وبالمناسبه هم مش شرطين عليك مجموع معين في المنحه، يعني مش شرطين عليك مثلا انك تجيب كل سنه جيد عشان المنحه تستمر، ومش شرطين عليك مثلا انك تجيب كل سنه جيد جدا عشان المنحه تستمر، لا ما حددوش نقطه زي دي. بالنسبه بقى للموعد النهائي للتقديم عشان تقدر تملي بياناتك على الموقع بتاع التقديم هو يوم 25/7، من بعد يوم 25/7/2019 المنحه مش هتستقبل اي طلبات، ده موعد نهائي للتقديم. وبكده تكون يعني خلصت منحه مصر الخير العام 2019 ديت التفاصيل بتاعتها، لو حابب تقدم يعني ما تتاخرش لان الوقت 25/7 مش باقي له كتير، لا الحق نفسك من دلوقتي وقدم لان المنحه فعلا كويسه. لو حد عنده اي استفسار سيب لكم اللينك بتاع الانستجرام ممكن تتواصل معايا او تسيب كومنت للسؤال بتاعك اسفل الفيديو وان شاء الله ارد عليك، ولسه في منح جايه ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، السلام عليكم.